موف موريتل تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. رضا سيدي ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي، مهتمة بالرياضة وعضو مؤسس لرابطة مشجعي نادي ريال مدريد. مرحبا بكم في حلقة جديدة متابعي تواتر من برنامج مجرد سؤال. بداية مبروك فوز ريال مدريد الأخير، عندك تعليق على ذاك؟ الله يبارك فيك، ما كمشجع عند ريال ما خلانا بنزيما تعليق على أي تعليق على فوز كلاسيكو الأخير. هل تم الثأر من الغريم التقليدي؟ والله لا، فوز عابر ومازال تشوركم خمسة. خمسة جات فينا في الدور الليغا، انك تفوزي وتقصي غريمك من بطولة ما كاين انك تفوزي عليه في منافسات الليغا. من أين أتى شغفك بكرة القدم وتشجيع ريال مدريد؟ من الصغر، سبب تشجيع ريال مدريد رونالدو البرازيلي. من الصغر حكم الله أني أفقت على راسي خلاص برو. تقدي تعرفينا أكثر على دور رابطة مشجعي ريال مدريد؟ الرابطة بها شغلتها على الميدان، متى تخلي أي حد يعود قابل رغب في الرابطة. رابطة اشتغلت هون ميدانيا فينال، ثم قاعد مواكبين نشاطنا كامي فينال كاس العالم الاندية. رابطة جابوت الرئيس وجابوت اللاعبين كامل، شغلتها ميدانيا متى تخلي حد قابل في الرابطة. كيف تساعد الرابطة المشجع الموريتاني البسيط على حضور مباريات كبيرة؟ هو لا ينتسب برسوم بسيطة بسيطة جدا، لكي رسوم لا يتخول منه يحضر ماتشات ريال، عدل ويميز على بية ماتش ريال دي ستيفانو، ملعب دي ستيفانو ملعب ريال الثاني مباريات ريال في الفريق بي، يحضر لهم بي كارت ويزور متجر النادي ومتحف النادي. شيء بسيط ولا يتسب شيء بسيط من بلاغ زهيد. تقييمك لكرة القدم النسائية؟ ما عنده أي إنجاز، حتى إنه ما عنده أي إنجاز كرة القدم الوطنية. كتير قيمة يعطيها لا واحد من عشرة عند كذا تصاعك واحد. لماذا برأيك؟ ما أعتقد أنت بيقول إحنا أصل النساء ما طبنهم يقدوا يعرفوا بالله ولا يلعبوه. هو نفود ما هي معروفة كيف كرة القدم، كيف أي مسائل أخرى ما تقدر مدة تحقق فيها شيء. هو طاري سناب، إنستغرام ولا تيك توك، أيهم تستخدمي أكثر؟ إنستغرام. لاعب ما تصيب عنه تشكيلة المنتخب الوطني؟ مولاي خليل بسام، عنه قام اعتزل يقي بعد ما فات جذاك اللاعب اللي يقبل بلاس بسام تشكيلة المنتخب الوطني. أحسن مدرب درب المنتخب الوطني؟ باتريس نيفيل. أسوأ مدرب؟ ديديا داروسا اللي قاد المنتخب كوب أفريقيا الأخير الكاميرون. أكثر مشهد أثر فيك من مباريات المنتخب الوطني؟ تقطع الناس كارتات، تجي تتعب تفتق، تقطع بيات ما تخلى تدخل، وتدخل الناس اللي ما يقاطع شيء، ما يقاطع كارتات اللي مدخل بالأخلاق، لكن مو زين عندي خصوصا مباراة الأخيرة المنتخب. هل يربطك تعاون أو عقد عمل بالاتحادية؟ مان الله، ياسر من الناس شاكني أنا مش قابل الاتحادية، أول طموحي أكبر من شغلة في الاتحادية، ليلة مستقبل رئيس الاتحادية. عمل بسيط الاتحادية ملاه قاربا ما يعود مقيد به. أنا مو طموحي لا نطمح لنهاية، ما عندي به أي علاقة في زملاء إخوتي وأصحابي، ما عندي به أي رابطة يسوي يشني حتى أني ما نجي ما نعرف قاعد نقرش كيف قطرتها. يرى البعض عن كرة القدم زاحل على العلايات، بما تردين؟ نرد علي كرة القدم ما هي زاحلة، لكن عند مجتمعنا نحن الحمد لله بعد بدأ يتقلب عليها قدم عادية بالنسبة للعليات. خالي قياس قاعدوا العليات زاحل عليهم، ما ينتقدوا عليه ما هو كرة القدم. تقدي تسمعينا آخر فوكال وصلك على واتساب؟ سبحان الله. قد تخممتي تهاجري؟ والله شنو البلد اللي تبغي تسكني فيه لين تقري تسكني خارج موريتان؟ إسبان، قرر من غيال من قريب انت تلعب، وقرر ملي من باصة انت عدالي تنبط في دوري الأبطال طيح من دور 16 ما بات لحقته قاعد لحظة غلية. ماذا الحساني عبر عندك عن واقع المرأة الموريتانية؟ ماذا يعبر عن واقع المرأة الموريتانية؟ لا لحم الرقبة مو كل مية ما يباخذ شيء، ويا مدين قانا ما يقعد شيء. عبارة ما وراء مدريد تعتبريها تمييز سلبي ولا إيجابي؟ اعتبرها في استهزاء، نقول أحد كانوا مستهزئ به ما وراء مدريد. ما وراء مدريد لا شبه من ذا كامل،
خلق طيب لكي تجي لحد ما بابه مفتوح قدامك. قضية المحكمة وفات علاش؟ قضية المحكمة ما وفات، قضية عند المحكمة من الملف مازال مفتوح. بالنسبة لي أنا وفيته وسمحت للناد ما تشاكي منها، لقيت الملف مازال مفتوح. أي شيء قالت لي أني مستقبلا يجي مشكي وعيط لي هي تنحبس مباشرة، ما لا تنقل عند المحكمة. برأيك كيف يمكن التعامل مع التشهير على مواقع التواصل دون اللجوء للقضاء؟ بالنسبة لي أنا بعد شخصيا ننعود شي ما هو يقوى وماس مني كي قضيتي الماضية لا نتعامى عنه، يعني تصشي ماس من الشخص اللي يجي للقضاء. شنو أكبر حلم تودينا تحقيقه؟ نعود وزير الشباب الرياض، عندي ياسم شنو بقى نحقه كوزير الشباب الرياض. شنو رأيك في ظاهرة التعدد؟ إلا كله اللي يصلح أنا بعد شخصيا من زين كنت ترى. كنت تعرفي قرية بلواخ سابق يجيها غيث؟ والله عندي طفل خويا دائما اشتغل في ميناء تاني تولى دائما نسمعوا شاد أخبار اللي جاها قيث سولتوا عنهم اللي طاني على ياسم الأخبار. شنو رأيك في كثرة جمعيات العمل الخيري؟ ظاهرة صحية والله زايد على الغرض. زايد على الغرض باللي لا تشاف الناس ياسم نشا كان في ريفادة لا تشاف واحد عنده جمعية يقبل ويفتح جمعية خيري شدونها اللي فات. مواهب لا يعرفها عنك جمهور؟ الطبخ إن شاء الله طباخة، والتنس اللي نلعبها. سؤال كنت تتوقعينه لا طرحناها عليك. أتوقع أنكم بما كنت قبلتوا لي خبابة وتسولوني عن لاعبي المفضل دوليا وطنيا. من هو لاعبك المفضل محليا ودوليا؟ دوليا رونالدو ووطنيا مولاي خليل. بس سؤال ما كنت تتوقعيه وطرحناها عليك. لا كاين كنت نعرف قلت بالله واخر سابي جي قيف. موف موريتل تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. عالمية اللقطة. سي 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 أنا بالنسبة لي لقطة زينة عندي الحمد لله ماني متعصبة. كرة القدم عندي عادي للي قبل ميسي كوب دي مونديال اللي أسطورة كيف ميسي وكريستيانو ما يقدروا يختموا مسيرتهم الرياضية ما قبلوا لقب دولي مع منتخب رياضي. عبقرية المودات اللي قاع أول مرة نجبرك تشوف كتاب هركاتية ما قد قريتها سابقا. كتاب صديقي الحسن لبات نحن ندعو هذا اللازم حسن اللي سمعت عنه ياسم الناس قانا بعد أول ما نشوفه الله كان عندكم طول إذا كنت بعد نزال يقيم ما هو في الكبه ولا في الترعب بعد نزل صغير نلعبه بالنسبة لي أنا إنه لا كي وقت رجاج زمن لا ماشي لا تحد يعود وقته ثمين ما يخصه شيء مهم لا بلا غير قاله بالنتيجة صباح ختام شكرا على الاستضافة إن شاء الله الحلقة تنال إعجاب متابعي منصة التواتر تعالوا